السلام عليكم، أهلا بمحبي النباتات، مرحبا بكم. هذا فيديو جديد عن العصاريات والصبريات في هذا الصيف الحار. هذه الأنواع أيضا ككل النباتات الأخرى يجب أن نحميها من الحر الشديد، رغم كونها عصاريات مقاومة وصبريات كذلك مقاومة، إلا أنها أيضا تتأثر بالحر الشديد. فنلاحظ احمرار في أوراق الصبريات خصوصا الألوفيرا وبعض الذبول، وهذا يدل على أنها متأثرة بالحر وارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس الحارقة. ككل النباتات نضعها أيضا في مكان نصف مظلل، نوفر لها قليلا من الظل وأشعة الشمس الغير مباشرة، لأنها طبعا نباتات محبة للشمس. إلا أنه في الصيف في مثل هذه الأجواء الحارة نحاول أن نحميها هذه النباتات أيضا. طبعا هذا فيديو حول العصريات والصبريات في فصل الصيف، كيف نحميها؟ نحميها ككل النباتات، نضعها في مكان مظلل وأقل حرارة. انظروا إلى هذا العصاري الأيونيوم، انظروا كيف تأثر بالحر، كانت النبتة رائعة. انظروا معظم الأوراق ذبلت وقمت بنزعها، وللأسف أصبح شكله متعب، إلا أنه ما زال على قيد الحياة، وهذا طبعا بالحرص على إعطائه الري. طبعا خلال هذا الصيف يكون الري منتظم وغير مكثف، لأن الري الزائد سيؤدي إلى قتل العصريات كذلك وموتها وتعفنها والصبريات أيضا. هذا صبار أذن الأرنب وهذا عرف الديك. العصريات والصبريات نقلل لهم الماء، نقلل عفوا هذه النباتات الماء حتى لا تتعفن، وكذلك نضعها في مكان فيه ظل مظلل عفوا وليس ظل تام، لأنها النباتات لا تحب الظل وهذا يؤدي أيضا إلى تضررها. مكان نصف مظلل فقط. هذا نبات دمعة الطفل، وهذا نوع من صبارات الألوي، هذا النوع، وهذا طبعا نبات سانسيفيريا القزم. هذه عصريات كما قلت نحرص على حمايتها، هي كذلك هذه النباتات من الحر الشديد. هذه أنواع الكراسولا الطحلبي، وهذا أنواع آخر، نوع آخر من العصريات. الإشفيريا كذلك أكثر بالأوراق، انظروا ما شاء الله، كلها أنواع من العصريات والصباريات. هذا نوع كذلك، وهذا الصبار أيضا، هذا الصبار اللوحي الصبير يسمى والصبير اللامع. كذلك هذه النبتة رغم أنها شوكية وصبار، لأنها كانت ذابلة وألواحها جافة ومنكمشة من أشعة الشمس، والحمد لله وضعتها في هذا المكان نصف مظلل وأصبحت ما شاء الله جيدة هكذا. إذا حتى الصبريات والعصريات يجب أن نحميها في هذا الصيف من أشعة الشمس المباشرة الحارقة. هذه أنواع أيضا إشفيريا، أنواع الأيونيوم وكذلك أثرت رغم أنها عصريات. انظروا إلى هذا النوع كيف أصبح في المرة الماضية، أخذته من طبعا مكان مشمس وانظروا قمت بإنقاذه ووضعته هنا، رغم ذلك ما زال في حالته هذه، سأحاول إنقاذه. طبعا نقلل له الري طبعا حتى لا تتعفن الجذور. هذه الإشفيريا الرائعة إن شاء الله. كما قلت هذه العصريات أيضا، هناك أنواع أخرى هنا أكثرتها بالأوراق، يمكن أكثرها بالأوراق بسهولة وهذا شيء رائع. إذا هذه العصريات يجب أن نقاضها أيضا في هذا الصيف الحارق من شدة الحرارة، وتوفير لها لكل أنواع النباتات بما فيها عصريات والصبريات والأنواع الأخرى المحبة للشمس والمحبة للظل،
كل لوحات النباتات نضعها تحت خيمة تظليل، خصوصا النباتات المحبة للظل نوفر لها الظل التام، الظل كالبوتس والنباتات الداخلية والشيفليرا واللبلاب وصرخاس، كلها نباتات داخلية، والنبات القفص الصدري، وهذه الأنواع التي توضع في الداخل. طبعا نباتات محبة للظل نضعها في الظل تام أفضل، والأنواع الأخرى نضعها في مثل هذه الأماكن، نصف مظللة تصلها بعض من أشعة الشمس الغير مباشرة مع وجود الظل أفضل. هكذا نعتني بالعصريات أفضل. هذا الإيفوربيا الحليب أيضا وضعته هنا، أو إيفوربيا الجوافة، أيضا نبات لا يتحمل الشمس، أيضا تنكمش أوراقه رغم أنه عصاري، إلا أن الحر الشديد يؤثر عليه. وهذا الكلانشو المرمري أيضا وضعته هنا أيضا، وهذا النوع اللي نسميه الديامون أو الرباعي الزوايا، هذا النوع من الكراسولا. هذه أنواع كلها كعصريات رغم أنها تحب الشمس، إلا أن في الصيف الحارق يجب أن نضعها في مثل هذه الأماكن نصف مظللة لحماية هذه الأنواع الرائعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا، وتفعيل الجرس كذلك، وأحرصوا على حماية العصريات أيضا في هذا الصيف حتى لا نخسرها. أي هي هذه النباتات الجميلة كذلك، نباتات رائعة ما شاء الله. حتى العصريات والصبريات يجب أن نحميها في هذا الصيف الحار. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.